السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن ازاي تعد نفسك تبقى برودكت ديزاينر ناجح، واتكلمنا تعريف سريع عن البرودكت ديزاين من غير ما ندخل في تفاصيل قوي، وقلنا ايه المهارات اللي لازم تكتسبها اللي هي السكتش واللي هي النمذجة واللي هي البرامج واللي هي البراندنج واللي هي الخبرة في الكالورنج ماتشنج، ان تبقى عندك خبرة في السي ام اف اللي هو كالر اند ماتيريال اند فينش، وشوية حاجات كتيرة قوي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. طيب انا محتاج النهاردة استأنف كلام بخصوص تخصص برودكت ديزاين، وهي ايه الستيب اللي بتحصل للبرودكت ديزاين. زي ما انت مدرسة في الكلية ده حقيقة هو ده اللي هتلاقيه بره، اللي هو مثلا لو انا جيت فتحت الصورة دي كده اقرا لكم انها مثلا دي صورة من على النت، يعني مش من كتاب ولا حاجة، انتم كنت تلاقوا الحاجات دي على النت كتير. اول حاجه اللي هو بيبقى عندك مشكله اللي هو البروبلم بتاعك، بعد كده بتبدا بعد كده تبدا تدرس السوق، بعد كده تبدا تدرس المنافسين والمنافسين دول حلوا المشكله دي ازاي، بعد كده خلاص انت درست السوق ودرست المنافسين، وهتبدا بعد كده تعمل تحليل للبيانات اللي هي جات لك دي وتبدا تنظمها، تمام؟ وبعد كده تبدا تجيب افكار على هيئه سكتشات. مثلا سي انت عملت 20 فكره سكتش، ال 20 فكره سكتش دول بتبدا تعرضهم على قسم التسويق. قسم التسويق بياخد البيانات دي ويبدا يعرضها على السوق ويبدا يعمل لها اناليز ويبدا يحللها ويبدا يختزل لك ال 20 فكره دول لاكتر 3 افكار يعني هيحققوا مبيعات عالية في السوق وفي نفس الوقت يبقوا بكفاءة عالية. طيب بعد كده تبدأ تاخد الثلاث أفكار دول تفاينلهم في فكرة أو في فكرتين. طيب بتفاينل الفكرة بناء على إيه؟ بناء على كم مهول من النولج الذي لا تتخيله. يعني مثلا لو بعمل ديزاين لساعة زي دي لازم أنا أبقى عارف الماتيريال هتبقى إيه؟ الأستك بتاعها هيبقى إيه؟ طريقة الغلق بتاعها هتبقى ازاي؟ استخدامها، السكرين، التعامل البشري، اليو اكس واليو اي بتاعها، الباكينج، التغليف، حاجات كتيرة جدا هتراعيها طول ما انت شغال. احنا بنتكلم مثلا في احد التصميمات في مرة كنت عاملها اترفضت بسبب ان كان في جزء هيلم تراب، انت متخيل؟ يعني كان في جزء في التصميم صعب بالتنظيفه فالتصميم اترفض. ليه؟ لانك انت بتراعي كل الجوانب. المصمم الصناعي الناجح هو اللي بيعمل منتج ناجح على كل الأصعدة، الصعيد الاستخدامي، الصعيد الوظيفي، الصعيد الجمالي، الصعيد التسويقي، الصعيد التنفيذي، قدرته في التنفيذ، في الباكنج، في كل شيء. فبالتالي التصميم الجيد بتاعك لازم يكون وافي كل حاجة ولازم تحل مشكلة. فبالتالي هتبدأ تفاينل المنتج، بتبدا يبقى عندك كده يجي قدام عينك كده الحاجات، القواعد الاساسيه للتصميم. اول حاجه الارجونومكس بتاعك، لو تعمل تصميم مكوى يبقى لازم المقبض يكون مريح، لازم يبقى وزن المكوى مناسب، لازم الساينينج بتاع المكوى يبقى مقري كويس، درجه الحراره باينه، لما تبقى درجه الحراره عاليه بتاعه المكوى يبقى في ساينينج تحذيري ان هو عشان ما حدش يتلسع، الحاجات اللي هي الارجونوميكيه. والارجونومكس مش بس استخدامي، لا ده في ارجونومكس نظري اللي هو مثلا الارجونومكس التحذيري او الاستخدامي، او اللي هو مثلا لما انت بتيجي تستخدم حاجه لاول مره اليوزر اكسبيرينس بتاعته ازاي بيتعامل مع الحاجه من غير ما تديله كورس. يعني مثلا ابسط مثال زي الاندرويد مثلا او الاي او اس، والناس ازاي بتستخدم الحاجه دي وهو ما عندوش اكسبيرينس. ليه؟ هو بيبدا يدرس السلوك البشري ويبدا يعمل تصميم بيلاقي ان العميل بيستخدمه بشكل كويس. ما تعملش مثلا حاجه اب نورمال، يعني مثلا ما تعملش غطاء ازازه بتشد كده، الناس كلها متعوده على ده، فعشان تعمل حاجه بتتشد كده تمام يبقى انت لازم تعمل ساينينج هنا ان انت هتشدها. فبالتالي لما بتيجي تعمل ديزاين لازم تبقى مراعي العوامل البشريه فيه. دي نقطه. تاني نقطه بتراعي عوامل الماتيريال، والماتيريال فيها كذا شق. فيها شق اللي هو الكالر، ان انت لازم تبقى عارف الكالر بتاعك ايه. يعني مثلا بولي امايد معروف ان هو الخام بتاعته اسود، فبالتالي انت لو حبيت تعمل حاجه الوان ممكن ما تستخدمش البولي امايد، ممكن تبدا تشتغل بخامه تانية غير البولي امايد. طيب انا محتاج اعمل الوان، الالوان دي فيها استخدام بشري ولا لا؟ يعني مثلا بعمل زجاجه
فبالتالي انا هبدا اروح للمنتجات للبلاستيكيات الامنه للاستخدام البشري. لو انا هعمل منتج الوان مفيش استخدام بشري بس فيه متانه، يبقى انا لازم ابدا اختار ماتيريال كويسه. فبالتالي تاني خطوة ببدأ أختار الماتيريال، بختارها بناء على أداء وظيفي وعلى كالرينج وعلى فينش، تمام. بعد كده ببدأ أشوف الأداء الهندسي بتاعه إيه. يعني مثلا أنا بعمل تصميم عربية، يبقى لازم أعمل إيروديناميك جيد للعربية، ولازم أبقى أعمل الكراسي مريحة، ولازم أعمل الإطارة بتاعة العربية جيدة وتستخدم بشكل جيد، وإن السواق وهو بيسوق يبقى شايف المرايات كويس، يبقى شايف العلامات بتاعة الإشارات كويس، يقدر يشغل التكييف بشكل واضح، ما يقعدش يدور على الزراير. الحاجات دي كلها لازم ان انت توفرها، اللي هو الجانب الهندسي معاك، تمام. بعد كده بتبدأ تراعي الجانب البيئي، ان الحاجة بتاعتك دي ما تكونش مضرة للبيئة، وفي نفس الوقت تبقى مراعي تكوينها مع البيئة. يعني ما تبقاش تعمل حاجة او الدور وتعملها بماتيريال الشمس هتبوظها، او تعمل ماتيريال او الدور مثلا وتكون غير ملائمة للبيئة او مضرة للبيئة. ده كله حاجات انت بتراعيها. كمان بتراعي التكاليف، اللي هو التكاليف والجانب الاقتصادي، ان انت بتعمل منتج يبقى قابل للتنفيذ وقابل ان هو يكون تكلفته جيده. كمان بتراعي الجانب اللي هو المصنع بقى، التشغيل، ان انت بتراعي الخطوات البروسيس بتاعت الانتاج، وان دي هتنتج ازاي وهتتجمع ازاي وهتتحط في دي ازاي، تمام. ده كله انت بتراعيه وانت بتصمم. وكمان بتراعي النقل، وبتراعي اللوجيستيك، وبتراعي الباكينج، وكمان بتبدا تحط المنتج ده هيتم استخدامه ازاي، وتعمل برزنتيشن بالاستخدام، وتعمل برزنتيشن بالتجميع، وتعمل اكسبلودد فيو، وتبدا تعمل فيديوهات دعائيه للمنتج بتاعك، وكمان بتعمل كتالوجات للمنتج في الاستخدام وكلام من ده. انا يمكن انسى ان احنا كنت في مره شغال في شركه كنا بنعمل كتالوج للتجميع. يعني انا بعد ما اخلص ديزاين ببدا اعمل ستيب البتاع ده بيتجمع ازاي، وبعمل توصيات في التصميم، مثلا لازم المنتج يتباع مع المفك الفلاني والمفك الفلاني تيسيرا على العميل. فدي كلها حاجات انت بتراعيها وانت شغال في نقطه ايه، ان انت خلاص بتفاينل فكره، تمام. ممكن الحاجات دي تعملها في مرحله متاخره، ممكن تعملها وانت بتفاينل. بعد ما بتفاينل الفكره بترجع الفكره تاني للتسويق على هيئه بروتوتايب. البروتوتايب ده حضرتك بتعمله او قسم بتاعك بيعمله، او بتديها لقسم العينات يعمله على حسب التفاصيل اللي عندك في الشركه. العينه اللي انت بتعملها دي بتكون اما بخامات حقيقيه او بخامات اوليه. يعني ايه خامات اوليه؟ يعني من اخر فوم ورق، عارف انت ايه، حاجات تمشي حالك. ممكن 3 برنت، ممكن تعمل خامات حقيقيه اللي هي الخامات التنفيذيه، وده خاصة هتلاقيه في مجال الشيت ميتال. يعني لذلك مجال الشيت ميتال والأخشاب العينة الأولية دايما بتلاقوها عينة حقيقية زي النهائي. في المنتجات اللي هي صعب توفر فيها عينة أولية بخامات حقيقية بتعمل عينة أولية هشك بشك، يعني هو مجرد شكل بس. في العينة الأولية دي بتبدأ بقى تست الاستخدام، وتقعد تجرب وتشوف المقبض مريح ولا لأ، تشوف وزنه، تشوف شكله، تلفه، تشوف التناسق الألواني، تحضر الكومنتات بتاعتك، وبعد كده تديها للتسويق. التسويق بيبدأ يحضر الكومنتات بتاعته، مش التسويق لا، يعني التسويق بينزل السوق وياخد تيست وآراء العملاء ويرجع لك تاني فيدباك. الفيدباك ده بتفضل تتراي وت ايرور لحد ما توصل للديزاين النهائي. الديزاين النهائي ده بناء عليه بتبدأ تفاينل بقى كل الحاجات اللي انا حكيت لك عليها دي، وتبدأ تسلم الايه الملف بتاعك للانتاج عشان الانتاج يشتغل عليه. بعد كده الانتاج بيبدأ يبقى له كومنتات. الكومنتات بتاعت الانتاج دي بنسبة كبيرة يا اما بتعتد بيها يا اما لا تعتد بيها. لو هي حاجة كريتيكال والانتاج كلامه مقنع، بتضطر ان انت تستوب الديزاين وتعمل ريديزاين ليه تاني. لو كلامه غير مقنع بتضطر تجبر الانتاج على العمل على الوضع الحالي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل بقية التفاصيل. ان شاء الله استنونا في الجزء الثالث بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.